إنا كرام أهلا بكم لسان الحكومة يكشف حقيقة زيادة في ثمن البوطة بالمغرب قبل ما نبدأ ما تنسوش تديروا جام وتشتركوا في القناة باش دائما توصلوا بجديد الأخبار والآن إلى التفاصيل طمأن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس المغاربة بأن الحكومة لا تعتزم الزيادة في ثمن البوتغاز خلال الفترة الراهنة وأوضح بيتاس خلال الندوة الصحفية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن زيادة مضيفا أنه حين ستقرر الزيادة سيتم إخبار المواطنين بها وبالطرق الرسمية يأتي ذلك عقب تداول أخبار حول الزيادة في أسعار قنينة الغاز في إطار التوجه الحكومي لإلغاء تدريج لصندوق المقاصه الداعم لغاز البوطان وسبق لرئيس الحكومه عزيز اخنوش ان اعلن عن عزم الحكومه بدء الالغاء التدريجي للدعم المخصص لقنينه الغاز مع شهر ابريل 2024 وقال ان قنينه البوطه التي تباع ب 40 درهم حاليا سعرها الحقيقي يصل الى 130 درهما يؤدي المواطن منها 40 درهم والباقي تؤديها الدوله من صندوق المقاصه